بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موضوع المحاضرة هو spindle and spindle bearings، يعني بنتكلم عن spindle unit اللي هي بتتضمن spindle نفسه وأيضا bearings اللي spindle بيلف جواها. نتكلم على spindle unit ككل. دلوقتي the main requirements made to the spindle unit. ليه احنا مهتمين بأن يكون هناك متطلبات للسبندل يونت؟ لأن السبندل يونت هو آخر عنصر من عناصر نقل الحركة في أي درايف. العنصر الأخير الذي إما أنه هو بيشيل الشغل زي في حالة الخراطة، أو أنه هو يشيل التول زي في حالة الميلينج، وبالتالي هذا الجزء اللي هو السبيندل يونت هو مسؤول ومسؤولية مباشرة عن دقة الإنتاج على أي مكنة. دلوقتي أول حاجة في متطلبات السبيندل يونت هي روتيشنال أكيوراسي. يعني إيه روتيشنال أكيوراسي؟ يعني لو اتكلمت عن الاتجاه الراديال بكلم على مدى الحيود بين المركز الهندسي للدوران وبين المركز الهندسي للسبندل اللي عندي. في الحالة دي أبسط حاجة أعرفها إزاي، لو عايز أعرف أنا في عندي حيود ولا لأ، على طول أحط ماندريل في التشاك، وبعد كده ألفف المكنة بتاعتي. القراية اللي هتجيلي تعبر على طول عن الحيود ما بين مركز الدوران وبين المركز الهندسي. ده في اتجاه الراديال، لكن ممكن كمان اعرف الروتيشنال اكيورسي في اتجاه الاكسيال. بمعنى ايه؟ بمعنى مدى التفاوت في تعامد وش العمود او وش السبندل مع محور المخرطه، برضو عشان اعرف يعني اعرف ايه هو الاكسيال رن اوت. اعمل ايه؟ اركب ماندريل في الظرف، وبعد كده احط ساعه قياس على نهايه الماندريل والفف المكنه بتاعتي. هبان على طول لو كان في عندي اي خطا في تعامد وش العمود مع المركز. المعيار الثاني اللي هو الاستيفنس. الاستيفنس زي ما احنا عارفين هي قدرة السبندل يونت على مقاومة التشكل المرن تحت أثير قوة استاتيكية. وطبعا التشكل المرن للعمود هيأثر على طول على دقة الإنتاج، وبالتالي مفروض أن أنا أسعى إلى أن أنا أرفع الاستيفنس بتاعة السبندل يونت ككل. كمان الشاتر بروف كواليتي للسبندل يونت. دلوقتي لو انا اتكلمت عن اي مكنه مخرطه مثلا، المخرطه بتشتغل في مدى من السرعات، من سرعه يعني مثلا 100 RPM لغايه مثلا 2000 RPM مثلا. مفروض ان في كل هذا المدى ما يحصلش اي ريزونانس، لانه حصل عندي ريزونانس اولا هيأثر على السيرفيس فينش، يسيء الى السيرفيس فينش. حاجة تانية، ممكن أول ريزونانس لو استمر ممكن يؤدي إلى كسر عدة القطع. وبالتالي أحد أهم متطلبات تصميم السبندل يونت هي إن ما يكونش في عندي تشاتر في كل الرينج لاستخدام السبندل يونت بتاعتي. الحاجة الأخيرة اللي هي الوير ريزيستنس أو بيرنج سيرفيسز. دلوقتي أنا عندي السبندل يونت مكونه من سبندل وطبعا البيرنج سيرفيسز. دلوقتي لو انا البيرنج سيرفيسز دي حصل لها وير، لازم على طول هوقف المكنه وابدا اعمل نوع من الاصلاح او اعمل نوع من العمره للسبندل يونت بتاعتي. وبالتالي مهم جدا ان يكون في عندي هاي وير للبيرنج سيرفيسز للسبندل يونت. عشان احقق الكلام ده محتاج ان انا اختار المعدن المناسب اللي هو فعلا يديني
هاي وي ريزيستنس، مش بس اختار معدن مناسب، كمان ممكن الجا الى هيت تريتمنت، هيت تريتمنت بهدف رفع صلاده البيرنج سيرفيسز اوف ذا سبيندل يونت. دلوقتي هنتكلم على the calculation of spindle unit on stiffness. هنلجأ لمبدأ اسمه كاستليانو، كاستليانو principle. المبدأ ده بيقول ايه؟ المبدأ ده بيقول لو عندي جسم rigid بيأثر عليه مجموعة من القوى P1, P2, P3 وعايز احسب الازاحة في اتجاه Y. فأعمل ايه؟ في الحالة دي سيجما Y بيساوي سيجما واي بي 1 بلس سيجما واي بي 2 بلس سيجما واي بي 3. يعني ايه؟ ان انا احدد الازاحه في لكل قوه لوحدها، وبعد كده اجمع الازاحه الناتجه عن كل القوه يديني الفاينل ديسبيسمنت واي اللي انا باخدها في الحاله دي كمجموع للازاحات الناتجه عن بي واي بي 2 وبي 3 وهكذا. الموضوع ده بلجا له ليه؟ الموضوع ده بلجا له ان هو ده بيسهل عملية الحساب والحصول على فورمولي سهلة قوي منها ان انا احسب الازاحة المرنة لأي جزء من اجزاء المكنة. وطبعا دلوقتي بتكلم على السبندل يونت. دلوقتي هنتكلم على حساب الاستيفنس اوف سبندل يونت. شكل عندنا بيقول ايه؟ عندي سبندل راكب على تو بيرنجز، تو بيرنجز، وفي عندي فورس بي واي بتأثر عند الطرف، طبعا هي جايه لي اكيد من الظرف طبعا، وعندي جزئين من السبندل، الجزء الخلفي والجزء الامامي. هسمي المومنت اوف انيرشيا الجزء الخلفي اي 1 والامامي اي 2، وطبعا اي 2 اكبر جدا من اي 1. في نفس الوقت في عندي هسمي بيرنج اللي هو الطرفي على الشمال هسميه بي 1 بيرنج 1 وده هسميه بيرنج 2. دلوقتي على فكره في اليابان بيستخدموا 3 بيرنجز عشان زياده كثافه السبندل يونت. دلوقتي ازاي اطبق مبدا السوبر بوزيشن او مبدا كاستيليانو اللي انا اتكلمت عليه؟ دلوقتي انا اول حاجه هوجد الرياكشنز على طول. لو عندي بي هنا هيبقى لو خدت حزوم حوالين النقطه دي هطلع على طول الفورس هنا، تطلع على طول بي في 1 بلس اي على ال. لو خدنا سيجما واي بيساوي صفر هيجي لي على طول الفورس هنا عباره عن بي في اي على ال. اذا دي الفورس اللي واقع على السبندل. المساله دي عشان احلها بسهوله هقسمها لمسالتين، يعني مساله دي تساوي المساله دي بلس المساله دي. عملت ايه؟ الفورس بي ذاتها هنا بي، هنا خدت بس بي، عندي بي في لتحت وبي لفوق، وبعد كده هروح بقى منزل بي في ايه على ايه على الشق التاني من المساله، بي في ايه على ايه اللي هو، وبعدين هروح ضايف عزوم بي في ايه واضيف عكسه هنا، يبقى انا ما عملش حاجه، الاثنين يعني قد بعض. على طول طلع لي ايه؟ على طول طلع لي على طول مسألتين سهلين جدا الاثنين كانتليفر. المسألة دي على طول عبارة عن ايه؟ الجزء الأمامي من السبندل كانتليفر سبورتد ووقع تحت تأثير فورس كونسنتريتد بي، يبقى واي سبندل اي، واي سبندل اي بيساوي ايه على طول؟ المعادلة اللي احنا عارفينها كلنا، بيساوي بي في اي تكعيب على 3 في اي اي 2. مومنت اوف انيرشيا بتاع جزء قدماني بيساوي اي 2. برضو الجزء الثاني ده كانتليفر برضو، بس كانتليفر يعني ايه؟ الطرف الحر الناحيه دي. بس انا عشان عارف ان الازاحه هنا بتساوي صفر هعتبر ان الازاحه بدات من نقطه عليا هنا وانتهت تقريبا عند مكان البيرنج اللي عندي هنا، وبالتالي عندي الفورس هنا بيساوي بي في ايه على ال. يبقى المعادله معادله سهله جدا. انا بحسب اول حاجه الازاحه هنا الاول، بتساوي بي في ايه على ال اللي هي الفورس في ال التكعيب على 3 اي اي 1، حيث اي 1 هو
the moment of inertia الجزء الخلفي من السبندل. دلوقتي انا عايز بقى اجيب التأثير بتاع الازاحة دي عند السبندل نوز، فاعتبر عندي ان المثلثين دول مثلثين متشابهين، يبقى تالي واي اس ال بتساوي الازاحة دي في ايه على ال، وبالتالي يختصر هذا الموضوع الى بي في اث سكوير ال على 3 اي اي 1، يعني بي في اث بي اي كيوب على 3 اي اي 1 في ال على اي. ده بالنسبه تاثير البيرنجز على السبندل. ناخد بقى العكس، تاثير السبندل على البيرنجز بفورس بي في اي على ال، وهنا بفورس بي 1 زائد اي على ال. فدلوقتي هعمل ايه؟ هفكركم بس بقانون بسيط جدا، قانون الفلكسبيليتي، سي بتساوي واي على بي، وبالتالي واي اللي هي الديسبليسمنت بتساوي بي في سي. ده انا هطبقه في الحاله بتاعتي هنا، هقول على طول عندي ان عند بيرنج 2 الفورس كام؟ فورس بي في 1 زائد اي على ال، يبقى دلوقتي هقول ايه؟ واي بيرنج 2 بتساوي بي في 1 زائد اي على ال في سي 2، حيث سي 2 هي the flexibility of the bearing number 2. دلوقتي انا جبت الازاحه هنا، عشان اجيب الازاحه هنا بقى لازم اضرب في ال زائد اي على ال، يبقى في ال زائد اي على ال بتساوي بي سي 2 في 1 بلس اي على ال كل سكوير. ده بالنسبه للازاحه نتيجه للبيرنج 2. الازاحه نتيجه للبيرنج رقم 1 اجيبها ازاي؟ في الحاله دي هقول عندي الاتي، دلوقتي عندي الفورس هنا كام؟ بي في اي على ال، هطبق نفس المعادله دي برضو، هقول ان واي بي 2 بتساوي بي في اي على ال اللي هي الفورس في سي 1 اللي هي the flexibility of bearing 1. القيمه دي عند السبيد النص كام؟ لو عايز اجيب واي بيرنج 1 اضرب القيمه دي في اي على ال، هتطلع عندي بي سي 1 في اي على ال كل تربيع. يبقى على طول بعد كده الموضوع في النهاية هو موضوع تجميع. واي سبيندل واي توتال بيساوي واي سبيندل بلس واي بيرنجز بيساوي واي سبيندل اي بلس واي سبيندل ال بلس واي سبيندل 2 بلس واي بيرنج 2 بلس واي بيرنج 1. يعني واي سبيندل بيساوي بي اي تكعيب على 3 اي افتح قوس 1 على اي 1 على اي 2 بلس ال على اي في 1 على اي 1. واي بيرنج بتساوي بي بره القوس في سي 2 اللي هي فلكسبيليتي وبيرنج 2 1 بلس اي على ال كل تربيع بلس سي 1 اي على ال كل تربيع. يبقى بالتالي المعادله العامه للازاحه عند السبيندل نوز واي بتساوي بي افتح قوس كبير اي تكعيب على 3 اي في افتح قوس 1 على اي 2 بلس ال على اي في 1 على اي 1 بلس سي 2 في 1 بلس اي على ال كل تربيع بلس سي 1 في اي على ال كل تربيع. دلوقتي احنا عايزين نتامل المعادله اللي فوق. المعادله اللي فوق انا كده قسمت على بي فجالي عندي the flexibility، يبقى the flexibility at the speed of nose بتساوي اي تكعيب على 3 اي افتح قوس 1 على اي 2 بلس ال على اي في 1 على اي 1 بلس سي 2 افتح قوس 1 بلس اي على ال كل تربيع بلس سي 1 في اي على ال كل تربيع. دلوقتي نبص مع بعض كده ونتامل هذا الشكل. أنا عندي هنا I2 أكبر جدا من I1، طبعا الجزء الأمامي من العمود
اكبر جدا في الموتوريشن بتاعه من الجزء الخلفي. يعني بالتالي واحد على اي واحد هيبقى اكبر جدا من واحد على اي اتنين، لان هو يعني مقام، يعني واحد على اي واحد اكبر جدا من واحد على اي اتنين. في نفس الوقت انا عارف ان ال على ايه اللي هي طول الجزء بين تو بيرنجز على الجزء اللي هو مقدمه العمود، ال على ايه في المكانات الصغيره تتراوح ما بين 3 ل 5، والمكانات الكبيره ممكن توصل لغايه 2. في الحاله دي عندي يبقى اذا ال على ايه رقم كبير. معنى الكلام ده ايه يا جماعه؟ معنى الكلام ده ان ال على ايه في واحد على اي واحد الكميه دي اكبر جدا من الكميه دي. برضو تعالوا نبص على الجزء الخاص بالبيرينجز. يعني لو خدت مثلا ال على ايه مثلا بتساوي مثلا 5 مثلا، يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ده واحد واحد وخمس كل تربيع، وده خمس كل تربيع، معناه الجزء ده 25 مره قد الجزء اللي هو يعني ال كل تربيع. معنى الكلام ده هو ان الجزء ده اكبر جدا من ده، يبقى لازم سي 2 تكون ايه؟ تكون اقل جدا من سي 1، لازم سي 2 تكون اقل جدا من سي 1. دلوقتي احنا عايزين نتامل معادله السبندل. سي سبندل بتساوي ايه؟ بتساوي ايه تكعيب على 3 اي افتح قوس 1 على اي 2 بلس زد في 1 على اي 1. ممكن طبعا نحطها في صورة معادلة خطية AZ بلس B. يبقى معنى الكلام ده ان انا على طول حبيت ارسم معادلة السبندل او الفلكسبيليتي اوف ذا سبندل، يطلع على طول الخط ده على طول. ما بص الخط ده اهو اللي هو سي سبندل بيساوي AZ بلس B، وبعدين عند Z بيساوي صفر عندي هيبقى عندي الجزء ده عبارة عن اي تكعيب على 3 اي اي 2. يعني معناه الكلام ده ايه؟ ان كل ما زادت زد كل ما زادت ال على ايه؟ هيحصل ايه؟ الفلكسبيليتي تزيد، مش كده؟ اتجاه واضح. ناخد بقى دلوقتي البيرنجز. انا عايز احط البيرنجز، احط عندي ال على ايه بيساوي زد. يبقى اذا سي بيرنج هيساوي سي 2 في 1 بلس 1 على زد كل تربيع بلس سي واحد في واحد زد كل تربيع. يعني عندي هايبربولا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. لو حطيت زد عندي بيساوي ما لا نهايه طبعا هتبقى صفر. لو زد بيساوي زيرو هيبقى عندي اسيمتوتنج على طول ل سي 2. يبقى واضح هنا ان كل ما زاد زد كل ما زاد ال على ايه هيحصل ايه؟ فلكسبيليتي تقل. يبقى معنى ذلك ان في اتجاهات متعاكسه. لما بزود عندي الزد او ال على ايه بتزيد فلكسبيليتي اوف ذا سبندل، وبتقل عندي فلكسبيليتي اوف ذا بيرنج. معناها على طول ان في عندي هنا اوبتيمم بوينت لازم ادور عليها. دلوقتي النقطه الاوبتيمم دي ادور عليها ممكن اعملها ازاي؟ ان انا اجمع الاحداثيات، يعني مثلا اعمل كده مثلا واجمع مثلا ده بلس ده هيديني النقطه دي وهكذا، هيجي لي عندي الشكل ده. واضح ان انا في عندي هنا نقطه الاوبتيموم اللي ايه اوبتيموم. فانا فعلا لو انا عملت الكلام ده ممكن اوصل الى يعني تحديد the optimal value of ال على ايه. لكن ممكن نعمل حاجة تانية، ممكن نعمل الكلام ده by differentiation. يعني ايه؟ يعني معادلة ديت لو انا قلت دي سي باي دي ال differentiated بالنسبة ل ال، هيجي لي عندي على طول المعادلة الأولى دي على طول اي تربيع على 3 اي اي 1 ناقص 2 سي 1 في 1 زائد اي على ال في اي على ال التربيع ناقص 2 سي 1 في اي على ال في اي على ال التربيع بيساوي صفر. المعادلة دي لو جيت ضربت في ال تكعيب في 3 اي اي على اس سكوير هجي على طول عندي المعادله اللي هي
ال تكعيب ناقص 6 اي اي 1 على ايه في سي 2 ناقص 6 اي اي 1 في سي 1 زائد سي 2. يعني لو حبيت ان انا احطها بشكل يعني ابسط هيبقى فعلا اكس تكعيب ناقص 3 بي اكس ناقص 2 كيو بيساوي صفر. دي معادله طبعا معادله كيوبيك طبعا، وممكن ان انا لو جيت حليتها بطريقه ثيوريتيكال هتديني عندي يعني جذرين تخيليين وجذر واحد حقيقي. لكن احنا ده عاده بناخد الحلول الابسط ان احنا ممكن نعمل جرافيكال برزنتيشن. يعني ايه؟ يعني ان انا لو عندي المعادله بتاعتي بالشكل ده هعتبر عندي ان اول فانكشن هي ال تكعيب دبليو 1 بيساوي ال تكعيب اللي هي الفانكشن ديت اهي، وبعد كده الفانكشن الثانيه هي الستريت لاين اللي عباره عن 6 اي اي 1 على 6 اي اي 1 في سي 2 في ال على اي بلس 6 اي اي 1 في سي 2 زائد سي 1. دي عباره عن خط مستقيم سي ال زائد دي، وبالتالي التخطي بتاعه على طول هيديني على طول عندي هنا الاوبتيمال فاليو اوف ذا لينث بتوين ذا تو بيرنجز. وفي المسائل اللي احنا بناخدها يعني يفضل ان احنا فعلا نستخدم هذا الحل. دلوقتي هنتكلم عن calculation of the spindle on run out. احنا دلوقتي السبيندل يعني راكب في تو بيرنجز، الفرونت بيرنج والرير بيرنج، وزي ما قلنا الران اوت هو الحيود ما بين مركز الدوران وبين المركز الهندسي. فواضح ان العمود واضح ان هو بيتحرك بشكل فراغي باعتبار في عندي ران اوت في البيرنج القداماني وفي الخلفي. ففي عندنا حالتين، اول حاله لو عندي ران اوت في اتجاه واحد اللي هي الحاله بتاعتي دي، لو عندي الران اوت في اتجاه واحد عندي هيبقى على طول عندي يو بتساوي، ارجو ان احنا نبص في الشكل ده يا جماعه. ها دلوقتي في عندي مثلثين متشابهين، المثلث اللي هو ده معرفش كان يعني واضح، والمثلث اللي هو ده، وبالتالي عندي هقول عندي الاتي ان يو واحد بتساوي يو اللي هي دي يو اسف يو دايما دايما بحدد كل حاجه بالنسبه للسفندل نوز، يو عند السفندل نوز بتساوي يو واحد اللي هي بتاع البيرنج الاولاني ناقص الحته الصغيره دي، الحته الصغيره دي ديت على اللي قابلها الناحيه الثانيه بتساوي ايه على ال الناحيه الثانيه اللي هي المسافه دي هي عبارة عن في الواقع يو 2 ناقص يو 1، مش كده يا جماعة؟ يبقى على طول هقول عندي ان يو ران اوت عند سبيندل نوز بيساوي يو 1 اللي هي عند البيرنج الدماني ماينس اي على ال في يو 2 ناقص يو 1. بالتالي شكلها كده انا ممكن انها تديني اوبتيمال فاليو بيساوي صفر لان في عندنا علامه ناقص. يبقى تالي لو جيت سويت بصفر عندي على طول هديني على طول عندي هنا على طول ال نوت بيساوي ايه في يو 2 على يو 1 ناقص 1، يبقى انا قدرت اطلع هنا على طول الاوبتيمم لينث بتوين ذا بيرنجز فروم ذا روتيشنال accuracy point of view. انا في عندي optimum value of L بالنسبه لي للستيفنس، لكن هنا عندي optimum value ثانيه بالنسبه لي الرن اوت. الحاله الثانيه لو عندي الاثنين عكس بعض، بص يا جماعه لو عندي الاثنين عكس بعض رن اوت في السبين في البيرنج الخلفي عكس اتجاه رن اوت في البيرنج قدامي، الحاله هو ايه بقى؟ يو
اللي هو the run out at the spindle nose بيساوي ايه؟ بتساوي يو واحد زائد الجزء الصغير ده. الجزء الصغير ده هلاقي ان هو مرتبط بالجزء المقابل بتاعه من الناحية التانية كده، ها؟ الاتنين في مثلثين متشابهين، وبالتالي الجزء ده على الجزء ده بيساوي ايه؟ بيساوي طبعا ايه على ال على طول. يبقى اذا يو هتساوي يو واحد بلس الجزء الاخير ده يطلع بيساوي ايه على ال في يو اتنين بلس يو واحد. يبقى ده في لو في حالة ان الران اوتس في اتجاهات مختلفة. المعادلة العامة بقى، ها، الماينس لو الاتجاهين يعني اتجاه ران اوت واحد، وبلس لو اتجاه ران اوت مختلف في التو بيرنجز. دلوقتي ناخد مثال بسيط عشان نحس بالموضوع ده. هناخد مثلا حالة مخرطة، عندي دي ماكسيم 740 over the bed و 440 over the carriage، وعندي المينيموم تيرنينج لينث من 1.5 لغاية 0.8 متر، ها، وديامترز اوف ذا فرانت، ذا ديامترز اوف ذا فرانت اند رير جورنالز هو عبارة عن 140 و 80، و الكنتليفر لينث اوف ذا سبيندل 145. انا دلوقتي هقول ايه؟ انا هختار البيرنج قداماني طبعا اعلى كلاس اوف اكيرنس ايه، وبالتالي لو انا عندي البيرنج ده اسف عندي الدايمتر 145، يبقى على طول عندي هلاقي عندي على طول يعني عندي يبقى ده دي قيمه ران اوتس عند البيرنج القداماني. لو خدت البيرنج الخلفي مثلا نقول جريد او كلاس اتش وهو قطر بتاعه كام؟ قطر بتاعه 80 مش 80 ملم. اذا هلاقي عندي هنا ادي قيمه ران اوت 20. يبقى على طول هعوض يو 1 بيساوي 8 اهي 8 مايكرون، يو 2 بيساوي 20. يبقى على طول من المعادله على طول ال نوت بيساوي ايه في يو 2 على يو 1 ناقص 1 بيساوي 145، اشعه 8 ناقص 1 بيساوي 218 ملي متر. ده الاوبتيمم لينث بتوين ذا بيرنجز. دلوقتي لكن نفرض ان انا عندي اللينث بتوين ذا بيرنجز الحقيقي هو ده 578 ملي متر. اذا يو هتساوي يو 1 ناقص هعوض بقى بقيم يو 1 ويو 2 بقى من اللي خدناه قبل كده، يو 1 ب 8 ويو 2 ب 20، اداني عندي هنا يو بتساوي 5 مايكرون. اللي على الصفحه دي يا جماعه ستاندرز اوف ذا ماكسيمم بيرميسبل ران اوت. فور جنرال بيربوز فور بريسيجن اناليسيس عندي هيبقى عندي يو ماكسيمم بتساوي 5 مايكرون. لو جنرال بيربوز ليثز هيبقى القيمه دي لو عندي دايمتر اقل من 400 هيبقى عندي 15 مايكرون. لو عندي دي ماكسيمم من 400 ل 800 هيبقى برضو 15 مايكرون. لو عندي دي من 800 ل 600 هيبقى عندي 20 مايكرون. اذا لازم نبقى عارفين كويس قوي ان الماكسيمم بيرميسبل فاري اوف ران اوت ضمن الستاندرز بتاعت متر كاتنج ماشين تولز. دلوقتي نقطة تانية اللي هي stiffness of the bearings. دلوقتي احنا في عندنا حالتين بول بيرنج وعندي رولر بيرنج. طبعا كلنا عارفين ان
حتى البول بيرنج هيبقى الانيشال اريا اوف كونتاكت هي نقطه، لكن في حاله الرولر يبقى الانيشال اريا اوف كونتاكت عباره عن خط. وطبعا كلنا عارفين ان الستيفنس تعتمد على اللود، كل ما زاد اللود كل ما الاريا اوف كونتاكت زادت، وبالتالي كل ما الكونتاكت ستيفنس زادت. طبعا لو بتكلم على بول، لو انيشال اريا اوف كونتاكت نقطه، فمع زياده اللود النقطه دي هتبقى سيركل. لو بتكلم على رولر، لو عندي انيشال اريا اوف كونتاكت عباره عن خط، مع زياده اللود الخط هيتحول الى ريكتانجل. دلوقتي عندي المعادله بتاعتي لو بتكلم على البول بيرنج، واي بول بيرنج بيساوي كي ار اس تلتين. كي بي هو عباره عن كوفيشنت يعتمد على قطر الكره ويعتمد على عدد الكور. يعني الحاله دي هيبقى هو ده يمكن شكل العلاقه ما بين الإزاحة وبين اللود في حالة البول بيرينج. لو عندي بتكلم على رولر بيرينج، هتبقى ساعات المعادلة هي عبارة عن واي رولر بيرينج يساوي كي في ار اس 9 من 10، اللي هي الحالة ديت. الحالة ديت طبعا ممكن تقرب إلى ار، يعني ممكن أعتبر عندي في الحالة دي إن الفلكسبيليتي عندي في الحالة دي كونستانت. هنحب بس ان انا يعني اتكلم على الستيفنس. ستيفنس اوف بول بيرينج هتساوي ايه؟ هتساوي الفورس R على Y ball bearing هتساوي R على K ball bearing في R 30. يعني هنقول انها بتساوي على طول 1 على كي بول بيرينج في جذر ار. طبعا جذر تكعيب الار. يعني واضح على طول يا جماعة الستيفنس عندي بتزيد مع زيادة اللود، واضح. لو خدت الحالة حالة الرولر بيرينج عندي برضه هنقول عندي الستيفنس، ستيفنس رولر بيرينج هتساوي R على Y رولر بيرينج بتساوي R على K رولر بيرينج في P في R أس 9 من 10 احنا نعتبر ان يعني نقرب 9 من 10 1، في الحالة دي نقول عندي على طول انها بتساوي 1 على كي رولر بيرينج، يعني بتساوي كونستانت. دلوقتي انا هختتم يعني المحاضرة ب احد البحوث الهامة اللي عملها هونارث. البحوث عملها هونارس أكدت إيه؟ معلش السبورة تاني. هونارس أكد إن لو اتكلمنا عن نصيب كل من
السبندر والبيرنجز في ديسبليسمنت نجد انها كالاتي: السبندل والبيرنج. السبندل من 50 لـ 70%، والبيرنج عندي من 50 لـ 30%. والبحوث بتاعته بتأكد ان كل ما زاد اللود بيحصل ايه؟ بيحصل، انا بتكلم دلوقتي على البيرنجز، كل ما زاد اللود بيحصل عندي ان الكونتاكت اريا بتزيد، وبالتالي السبيسيفيك بريشر بينخفض، وبالتالي عندي الكونتاكت ستيفنس عندي بتزيد. ده بالنسبه لتاثير البريشر. الحقيقه هونرز عمل تجربه مهمه على سبندل، حمله بلود طن 1000 كيلوغرام، وخد 3 حالات. الحاله الاولى في عندي كليرنس ما بين السبندل وبين البيرنجز، الحاله الثانيه في عندي نيشا تايتنينج ماينس 5 مايكرون، الحالة الثالثة ماينس 15 مايكرون. تعالوا نشوف ايه نتيجة هذه التجربة. دلوقتي على فكرة في عندي رقمين لازم نميز بينهم يا جماعة، اللي هو اللي فوق هو أداء السبندل، واللي تحت هو أداء البيرنجز. لا، نجد عندي ايه؟ إن الحالة الأولى للثانية للثالثة، حالة كليرنس لنيشا تايتنج بسيط ل هاي انيشال تايتنج ماينس 15، الازاحه نتيجه للبيرنج اتغيرت من 16 ل 6 ل 5. طيب الازاحه نتيجه للسفندلز 14 13 وبعد كده 11. طب في سؤال يعني يطرح نفسه، طب دلوقتي ايه اللي يخلي ازاحه السفندل تقل رغم بتكلم على انيشا تايتنج في البيرنج؟ التفسير هو الاتي: بص يا جماعه، دلوقتي انا نتيجه للانيشا تايتنج، ها في عندي هنا ستريس وهنا ستريس، الستريس ده هيعمل لي مومنت بالشكل ده، المومنت ده هيعارض المومنت اللي جاي عندي من الفورس بي، كأن انا بيحصل عندي ستيفنينج للسبندل كونكشن مع البيرنج نتيجه للانيشال تايتنج، وده بيفسر ليه عندي حصل عندي هبوط للازاحه نتيجه للسبندل من 14 لغايه 11. اسم ليه؟ يعني وبالتالي عندي حصل ان الازاحه الكليه للاثنين مع بعض تغيرت من 30 ل 19 ل 16 مايكرون، ها نتيجه ل الانيشال تايتنج اللي حصل عندي في البيرنجز.